ليه يا رب بتسيب حبايبك يحبطوا فيك؟ بصعب عليا صدقوني لما يجي لي شاب كده يقول لي زعلان من ربنا، زعلان ومش عاوز اصالحه، وافضل انا حايله صدقني ربنا حلو يا ابني، صدقني ربنا بيحبك، يفضل بقى يقول لي الاسئله اللي مش بعرف ارد عليه، ولو بيحبني ما سمعليش ليه؟ قول لي ايه غلط في طلبي عشان ما يسمعليش؟ ده انا مش بطلب حاجه زياده، ده انا بطلب ما تظلمش. او بنت تقول ده انا بطلب اتجوز واحد في خوف ربنا، ليه ما يدينيش عريس من ايده؟ او واحده تقول لي ده انا بطلب شفاء لبنتي او شفاء لابني، ايه الغلط اللي في الطلب؟ ليه احبط مع كل الصلاه دي؟ ليه ما بيردش عليا؟ ليه وانا عارفه انه اله معجزات وعارفه انه بيرد على ناس كتير وهو رد عليا قبل كده؟ انت يا رب وعدت وقلت لا يخزى منتظروك. طب انا يا رب مش عارف اقول لك ايه، ايه رايك بقى ان انا منتظروك واحيانا باخزى؟ مش قادر افهم بقى الايه دي، انت بتقول ما بتكسفش اللي بيستناك، طب اعمل ايه انا مع الناس اللي حاسين انك كسفهم؟ ليه يا رب بتسيب الشك يغلب عيالك؟ طيب في واحد انت عارف ان مستوى الروحي قد كده، ساعات يا رب احس انك انت بتجربه فوق طاقته، يعني الضغط اللي حصل له ده فوق طاقته في نظري على الأقل كإنسان. طب أنت بتخليه يدخل في الشك، طب أنت بتكره الشك وصعب عليك لما تقوم شك وحيلته عشان ما يشكش، لكن في ناس بتقع في الشك لأنها بتطلب الصح ما بتلاقيهوش، وبتصرخ إليك وما بتشوفكش، وبتتزل ومش طايلاك، وبعدين نرجع احنا في الكنيسة نقول لها ربنا بيحبكم ما يصدقوناش. ليه يا رب واحد من اللي بيحبوك وبيحبوك بجد يصرخ في يوم من الأيام ويقول لك إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إزاي واحد من أقرب الناس ليك يوصل للشعور ده يقول لك إلى متى تنساني كل النسيان؟ الإجابة الوحيدة الحقيقة اللي عرفت أفكر فيها هي كلمة ليس بعد أو ليس الآن، زي ما قالها البطرس لست تفهم إيه بعد ما أنا أصنع. ربنا إجابته الوحيدة عن الأسئلة الصعبة دي بكرة يا ابني، بكرة تفهم. طب أنا زعلان منك النهاردة ولو، طب أنا بخصمك برضو معلش، طب أنا مش همشي معاك، هجيبك بس مش هقول لك دلوقتي، مش هعرف أقول لك، مش هتفهمني. لو حبيت أحكي لك مش هتفهمني، عاوز أحكي لك من أول التاريخ لآخره عشان أقول لك ليه بيحصل كده، عاوز أفهمك إيه اللي جواك قبل اللي براك عشان تفهمني، عاوز أوريك أمور كتيرة غايبة عليك يمكن تفهمني، فأنا مش في الآخر هلاقي نفسي مهما قلت مش هتفهمني، فبسكت وأقول بكرة يفهمني، بكرة يعرف إن اللي بعمله ده ليه مش عليه، إنما ساعات تبقى دموعه إجابة. يعني يا رب أنت بتبكي عشان نفهم؟ عاوز يقول أنا مش عارف أقنعكم بس لعل دموعي تقنعكم، لعل بكائي تفهموا منه أن أنا بحبكم وأن أنا مش قاسي، وأن أنا لما ما سمعتش صلواتكم ما كانش ده ليا، ده كان ليكم، وأن أنا لما شديت عليكم كان عشان تتلموا معايا في السماء. بيبكي بحرقة كأنه عاوز يقول يا ولادي لو تعرفوا قد إيه أنا متألم عشانكم، وقد ايه ببكي اكتر منكم على كل اوجاعكم، وعلى كل التهم اللي بتتهمونهاني، وعلى كل الظلم اللي بتظلموني، اكمني بحبكم بس مش قادر اعمل غير كده. اسهل حاجه عليا امشي على هواكم واسمع رغباتكم وتضيعوا، انما انا باجي عليا وعلى قلبي عشانكم وبستحمل ومفيش حاجه هتقنعكم. فكانه كان يبكي لأن الكلام مش هيفهم حد. فالمسيح كان منفجر في البكاء ليلة صليبه، لأنه عاوز يقول مين فاهم؟ مين فاهم أنا بعمل إيه؟ مين دريان بالحب اللي بيحركني تجاه كل البشر بما فيهم أسوأ البشر؟ مين عارف إن كل واحد في البشر خد رحلة حياة محسوبة بدقة شديدة لعله يصل إلى السماء؟